نص تطبيقي في القضاء المفيد في اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن صفحة 133-133، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. إذن هذه رسالة من عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من بعد نقرأها لأنه غادي نحتاجها. اشرح الكلمات التالية حسب معناها في النص: آسي، الحيف، البينة، التمادي. إذا آسي فعل أمر من أسى يأسو، أصلح بمعنى أصلح، الحيف الظلم والجور، كلها نقولها الجور، الظلم والجور، البينة الحجة البرهان الدليل، التمادي من فعل تمادى استمر ودام ودام وبلغ المدى ووصل إلى حد بعيد. تفصلوا تقول تمادى يعني استمر ودام، ثم عندنا هو بلغ المدى ثم وصل إلى حد بعيد. أربعة: استمر، دام، بلغ المدى، وصل إلى حد بعيد. زوج: استهل عمر الخطاب عفوا استهل عمر بن الخطاب رسالته بالبسملة والتحية واسم المرسل، اسم المرسل والمرسل إليه. إذا استهل عمر بن الخطاب رسالته بالبسملة والتحية واسم المرسل والمرسل إليه. إذا هادو باينين. ما هي وظيفة أبي موسى الأشعري؟ كان قاضيا، ولاه عمر القضاء رضي الله عنهما. بما أمر عمر أبو موسى الأشعري ومما حذره؟ أمر الخليفة اللي هو عمر بن الخطاب القاضي أبا موسى الأشعري بالإصلاح بين الناس والحكم بالعدل، وحذره من طمع الشريف في ظلمه ويأس الضعيف من عدله. يعني أن الشريف هنا كنعنيو به من طمع الغني أو من طمع ذا الحسب والنسب في ظلمه. قضاء ما يأمل القلب في بناء المجتمع. القضاء ضروري لإنصاف المظلوم وأخذ حقه من الظالم ونشر مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. بالنسبة لشكل آسي بين الناس، هنا كده ما كنقدرش ندير هذيك همزة وصلي بحال الميم فوق الألف ديال ال. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك في ظلمك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة كما قلنا نديرو واحد الفتحة فوق الألف والسكون فوق ال. البينة على من ادعى، واليمين تما واحد السكون فوق ال، واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. درنا وقف النص وسيروا معه. إذا بالنسبة لبين نوع المعارف، عندنا عمر نوعها عالم اسم علم، أمير المؤمنين مضاف إلى المعرفة أمير المؤمنين، عدلك مضاف إلى ضمير ريك الكاف، الحق مقترن بأل، القضاء مقترن بأل، أنتم ضمير، هؤلاء اسم إشارة اسم موصول. بالنسبة للتعريف، أعرف الأسماء الآتية بأل مرة وبالإضافة مرة، ونديروها في جملة. نقولوا مثلا فريدة مجلس مصلح، أديت فريدة الحج. إذا الأولى معرفة بأل، الثانية معرفة بالإضافة. إن انعقد مجلس القسم، المصلح محبوب، الواعد مصلح الأمة. إذا في الأولى كنديروها معرفة بأل، الثانية معرفة بالإضافة. إذا عبد الله مركب تركيبا إضافيا هو اسم، عمر مفرد وهو اسم،
ابن الخطاب مركب وهو كنية. أبي موسى مركب كذلك كنية. الأشعري مفرد وهو لقب. قيس مفرد ولكنه هنا اسم. ائتي بأسماء مناسبة للألقاب والكونة الآتية. إذا ابن عفان، ابن الوليد، الأيوبي، هادو كلهم ألقاب وكونة خاص معروف، ولكن الأسماء ديالهم هما هادو. مثلا ابن عفان وعثمان بن عفان، ابن الوليد خالد بن الوليد، أيوبي صلاح الدين أيوبي، فطواكي حمان الفطواكي، الزرقطوني محمد الزرقطوني. حول العبارة التالية إلى الجمع بين الجمع بنوعين، يعني جمع مذكر وجمع مؤنث. افهم إذا أدلي إليك وانفد إذا تبين لك. إذن افهموا إذا أدلي إليكم وانفذوا إذا تبين لكم. افهمنا إذا أدلي إليكن وانفذنا إذا تبين لكن. بالنسبة للإعراب، أعرب ما يلي: عمل أبو موسى برسالة عمر. عمل فعل ماض بفعل الفتح، أبو موسى فاعل مرفوع، ماشي التي نصحو. إذن عمل فعل ماض بفعل الفتح، أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف، موسى مضاف إليه. الفاعل أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، موسى مضاف إليه، مجرور بالكسرة المقدرة على الألف. برسالة جار ومجرور وهو مضاف. برسالة وهو مضاف. عمارة مضاف إليه مجرور بفتح النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. صلوا على رسول الله.